والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. لكي أستاذين باب الصداقي والله أستاذ في وليناك سيصو حشتاو شوح بله ولی میانی زمان کردن یا دعوت کردن نان چیش تاس کردن و خروج دعوت کردن با زمان. افرمی ولیمة العرسی سنت. یعنی زمان کردن نیاد نان و خواب و طعم و دعوت خلق دعوت کردن با زمان سنت. و سنت آن یولی مبیشاتیم. سنت آوی ولیمة کب مرگ انجام بده مرگ سر بره. ويجوز بما تيسر من الطعام وجائز بهرشيشكا بأساني بوي بيك بيلا طعام وخوار دماني بمريشك مثلا لواني خور وقوشت دبع زار ريسيني وواني. ومن دعي إليها لزمته الإجابة صائما كان أو مفطرا. وأقر كسي الدعوة كراب ولا أول لمة العرساء لازم لسري ولامي بدات وجاب الرجو بياب الرجو نبي. قالان فإذا حضر ندب له الأكل ولا يجب بره وقتك شبو أبي خواردني بو مندوب واجبني لسري. قالان فإن كان صائما تطوعا أجر صائم بو صومك تطوع بو ولم يشق على صاحب الوليمة صومه باشا وبروجبونك أو بصاحب دعوتك قرزنه جاشا بروجك هاتب دعوتي من بروجوا فإتمام صومي أفضل كامل كرين رجوك باشتره ولو إن شق عليه صومه فالفطر أفضل أقربه ناخوش ورجوك بشكينه باشتره. ولوجوب الإجابة شروط وبوأويك واجب التجواب أو دعوة تبديته بشي شان شرطكي هي يك ألا يخص بها الأغنياء كابره ساحبك ينابي فقط دولة من دعوة كربن أتواني بك يتبهاني بجولا وشن فقط دولة من دعوة من ناجم. وأن يدعوه في اليوم الأول ودعوتك شي للرجاء ولا به جاء واجبته جواب بيته. فإن أولم ثلاثة أيام أقرسي رجوة لميكر فدعاه في اليوم الثاني لدو الرجي دو مابو لم تلزمه باشا لازم يبشي عشان بشي قيناك أما أقلسيها مابوشي ولا كرهت إجابته حر مكروه جواب باته. وأن لا يحضره لخوف منه أو طمع في جاهه. وأمجا حاضر بونك إلا برا ونبي كترسي لو هي طمعي لجاهك أن جاهه مقامي أوابه شوارام. وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولو شو ندى كسكي ونبي كأم بي أزياد ببه يا لا يغنبي بوي كأم شي لقضي دانيشي مثلا وألا يكون منكر باشا منكرش لنا من زمرين وخمرين الزمر يتم موسيقى حرام واني خمر معلومة شيء وفرش حريرين فرش حريرين داخل سبوتوش بياوي حرام لسر حرير دانيش وصور حيوانين على سقف أو جدارين أو وسادة منصوبة أو وسترين أو ثوب مكتوب عليه منكر. يعني هو شاني والله بروز وادرك أما صورة هاي حيوان بسقفي مع ركوي يا بديواركي يا بقشتي وقالي وانو ك منصوب يعني هلو أسرع بن هوا وهلو هوا وسترين هوا يعني أري وأجنبي وألا يكون منكر من أو من كيف من سترين مثلا پرده ببه او ثوبين يا پرچه مكتوب عليه منكر اشتكي ناشرين لسنوثه او غير ذلك. فإن كان المنكر يزول بحضوره اگر وابو بحاضر بوني ام بچوني ام بو او منكرك لا اچو او كانت الصور على الارض يا او عكساني صورة هنك شرابون بس ارزابو مثلا بقاليكم قاليك لجر پابو قال بديوارا الله واسرابو هذا في بساطين لبساطة يعني لبرو قالوا أمانة أو مخدة
يتكيو عليها يا لمي خديك او مي خدا يعني بالنجيك كي كبالي بيو ادا او مقطوعه الراس يا او اجليك لا اشتكاك يشرب وسلك اي برابي مثلا هاوا با منصوب جبه او صور الشجري يا صورة كان صورة الشجر وين دارو كل جو يابون فليحضر بحها سربي إن كشين يوضع ولا يكره نثر السكر ونحوه في الإملاكات حربي معمولا لإملاكات يعني عقد الزواج إملاك يعني أولي ما يكا لبيش عقد دكري إملاكي في أولين يعني كأنما عقدك نكرا وهيشتا شيرينيك دخلية مثلا زمان كشني بيج عقد شنو مالي بر العقد لو إملاكات دا أجر مثلا شكريش تيك بلا وكريته وقيناك بل هو خلاف الأولى ولا خلاف الأولى والتقاط هو ولا خلاف الأولى هل قرتنا وشي مثلا وقندي برج بلا وكريته يعني نقلي هل برجانته وخلق كشي هل قريته وش خلاف الأولى إنها حرام نية مكروه نية هاري هاري تقريبا أم جارة بالي ونرى وليمة عرس ثم خرس ولادة حقيقة مولود وكيرة باني حقيقة وهي مولود من الله دايك بيو وكيريش دعوتي بو ويكابرا وكري دروس كردوا وكر هيلانا مال دروس كردو خلق دعوتك يبو سربراني مالك كومال الدعوات ينا واللي ولا باب معاشرة الأزواج يعني خلق مثلا جنو مير شون بيكو الرفتار كان حلصو كون يجب على كل واحد من الزوجين المعاشرة بالمعروف واجب لسال دان داني جنو مير كمعاشرين بمعروف بيه وبذل ما يلزمه من غير مطلين ولسري واجب بخشيني أوشتيك لسر خويتي لسري لازمة ببيئة ويكا خير راقري ولا إظهار كراهتين وببيئة ويكا لداني أو اشتداكها بلايو دربري كراهة دربري هاو. ويحرم على الرجل باش حراما لسربيا أن يسكن الزوجتين في مسكن واحد إلا برضاهما ما قبر زيبوني خواني يعني دو جنيهيا هل كان ليق وتاغلكنا خوي خلاني هاو حاربي أجر رازي بن قينا جما رازي نبن مكروه أبوي أجر أو بزول بيامكا. إنه مثلا أجر ما هو بيا مثلا لو شو بيخ دقيقة خلنا نقول جدابي. لو قينا جنا واحد مسكنك واحد وني أمره إذا اتحدت المرافق أو اخت حرام لأنه يؤدي إلى كثرة المخاصمة وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف هل همشة شردنوك بيوكات. وله أن يمنعها من الخروج من منزله وبوي هي بياوك كمنع جنك كان لدرشون لمنزلك خوي فإن مات لها قريب أجر مثلا كس مرد لبو أو جنة قريبي قريبي كي مرد بس براكي مرد استحب أن يأذن لها في الخروج مستحب إجازة بدأ كبشبو بسر خوش ومن له نساء لا يجب عليه أن يقسم لهن بل له الإعراض عنهن أجر كسيك داري شندان جنبه واجبني لسريكا قسميان بوبكا واختكاتي خوان بودا بشكا بل لبو أو هي إعراضك لهموانيا إعراض لقشتين بلا اسم بيقناح وليس له أن يبتدئ المبيت عند إحداهن إلا بقرعة وبوشي دروزنية مبيت يعني شوروش كدنا وشروعك ليكي كان دسبكا مقرب قرعة فإن بات عند واحدة منهن أجل لا يك كان شوي برد سر لزمه المبيت عند الباقيات بقدره برشبة النازي أو لا أوانتيش شوب الروش بيني فإذا أراد القسم أقرع جاء جلوستي قسم أن جنباء وقرع كشي فمن خرجت قرعتها قدمها ركز قرعي من نادر شو أو بلاوية ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء ونوبدا أنيه بو جنيك لحيث شابه جنيك منالي بو لخويني منالايا جنيك نخوشا جنيك الرتقايا شويني جماع واني نوبان بو دا أني حالبي بو جنك قصد لهين همشا أواني آخر
قصد للويك اللاتي هم جاجي مع كذني ذلك اللي قسم من القسمي الأنس للوتو مثلا هذا فقول وإن كان معه حرة وآمة وأجر هاتو حريش وأمشي بوها دكان قسم للحرة قسم داعني بو حرة كمثل مال الأمة هربو أنا زكبو أمة كي داعني مرتين دوجة حربين مثلا فالحرة ليلتان وللأريد برابرها وللأمة ليلة باش وأقل القسم ليلة أقل قسم شبكة ويتبعها يوم قبلها أو بعدها رجد الشوكة يا رجد قبل الشوكة تابعي أو شوابي وأكثره أكثر كي ثلاثة أيام سرج ولا يزاد على ذلك سابج سير شولاء موسى شولاء وعماد القسم الليل بلام باي قسم الشوى والنهار تابع نهار تابع أبوك لمن معيشته بالنهار بوكسيك الزندجي أو هلسوكوتي أو بالروجاية فإن كانت معيشته بالليل يقع معيشة بالليل أبو كالحارس وكسي نقابان فعماد قسمي نهار النهار نا الشوابي وشتبع النهار فعماد قسمه النهاري نائب ولا يجب عليه وطء ولا سري واجبني وطء لكن تندب التسوية بينهن فيه بلا ما قال هاتوا وطئي كر أشياء بوكو يك باش بيان وطئين وإن أراد أن يسافر بامرأة منهن أقر ويستي جني كان لقى الخوي بريبا مسافرات لم يجوز ما قبى قرعة فإن سافر بقرعتين أقر مسافرة كر بقرعة لم يقضي للمقيمة تازق قزاني مثلا جنك لقى الخوي بريبا ما قال السفر لقى ريبوه كهاته وقزيناك هاته بو أنبيجي ولا من مانك لقال أبو با مانك لقال أنبي وإن سافر بها بلا قرعة وليق مسافر بقب بي قرعة أسيمه قنح باربي ولزيمه القضاء قزيك هاته بو ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برغل الزوج جاز وأقر كسي حقي خوي لو قسم بدا ببعزي لهويكاني برازيبوني ميردك جائزة وإن وهبت للزوج جعله لمن شاء منهن وأقل لسورتك أو بشي خوي بخشي بميردكي خوي باشا أو جأتو كاك ومن أجمن نار أيدن بفلان أجن الله أيدن مثلا سودك خزاني في غنبر بخشي بحزا عايشة مثلا آوة تاني داي بويتر بشي خوي داي بويتر أمجا أو خوي لا بشكي خوي طاقتي نبولا خوت نوامانا حالمين أي تر أي شي زاني في غنبر حز عايشة في خوشا بور جلبي رزايتي أو بخشي بحزرتي عايشة ولي أري أقر بيدابة ميردك أمجا ميردك كيف خويتي بيدابة هركام لو جنانا مسألة اللي ردرني لو شونا أقر لوانية سودة بنشي دابة عائشة بدابة في غمر خير لواني هل بدابة فإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع جاء أقر أوجن الهبة كي خوي بشيمانه بوتي وفاد نايدة ميتر أو أقر ريتو بولا دور ولا دورك إلا الرجوع رجوع أوا تعال وقت النوبيهات ولا يجوز أن يدخل على امرأة في نوبة أخرى بلا شغلين بلا شغلين وجائز نيك أم بياوة بشيب ولاي جنيك لأنه بيك يترعى ببيئة وككاركي ببيئة بل وأم جارة بل فإن دخل بالنهار لحاجة أقبل رجع شوبه كاركي بو أو بالليل لضرورتين يا بشوار وإلا برخاتري ضرورتك هايتي جاهزة وجائزة شو ضرورتي تل وإلا فلا أقل لبر ضرورة حاجة مدروزنية وإن أقام وأقل هاتو شو لوين قام يبو لزمه القضاء وشبه مثل خزاكات وإن تزوج جديدة أقل جنيكي تازي هنا وعنده غيرها ولو كاتا جنيكي تري للابو قطع الدورة للجديدة الدورة كقطع كالا برخات الجديدة كا فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولم يقضي حوش إلى لا أبي وقزاش ناكاته وإن كانت سبيا نقبي وجنبه فهو بالخيار
هو اختيار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي باشا حوتي للابي وقزاي كاتوا أو ثلاثة ولا يقضي يا سيل للابي وقزاي نكاتوا شاكا ويندب له أن يخيرها بينهما وبو كابراج مندوبة أو جنتها زكينا يتم خيرك لبين أو دوشتا كشنا كمسلا بيا وجنا حالوي ويجي بيت خوش حوت للاب وقزاي كمو يا سيبي وقزاي نبي فإن قام سبعا بطلبها قضى السبعة أو بدونه قضى أربعة أربعا فقط جاء قرهاته مثلا للايب ما يو حودانا ولي حودانك بطلبي آفرتك بوتي حوب مينرو هو قضى السبعة حوتك قزاء كاتو يا أقر بدوني طلبي أو بو هو تاني هو قضى أربعا فقط شن سيكا حق خوي بو وله الخروج نهاران لقضاء الحاجات والحقوق ولبو أو هيك بروجا بروات دروا بوجي بجكري احتياجي كانوا بيجناني حق ما فكان يا جي بجكري حق كان وقوال برسين خوش وتاشي جنازة وأم لولا باش ومن ملك إماء أقر كسي مالكي شندان جارية بيه لم يلزمه أن يقسم لهن لازم ناكا قسميا بوبكا ويندب لا يعطي لهن من الوطي برام ومندوب لوطئ ببشي أنك وأن يسوي بينهن فيه باشا ولوطئ إشاء مساويانك يعني مندوب بين أتواني أوجنك وإذا رأى من المرأة أمارات النشوزي وعظها بالكلام أجر بدي كرد لجنوة يعني كوت برشاوي أمارات نشوز يعني شان كاني خوب دستو ندان وعظها بالكلام بكلام بقصي خوش نصيحتيك وإن صر حد بالنشوزي أجر بصراحة نشوزي أنجام دا هجرها في الفراش دون الكلام لفراش دا هجريك لا يناخبه ولا قصانا حربي وضربها ضربا غير مبريح ليش دا ولا ضربك غير مبريح غير مبرح يعني شيء أي لا يكسر عظما ولا يجرح لحما ولا ينهر دما باشا يعني بجولك لي أداك يسقان نشك يعني بوشت بريندار نكا خوينيش نكا بجوغا لبيو بيب شوري سواء نشزت مرة أو تكررت أو تكررت منها كيف خويتي أو تكرر منها يكجاري نشوز كردبي يعني نشوزك تكرار بويت اليو وقيل لا يضربها قيل قالنا لنا إلا إذا تكرر نشوزها ما قال نشوزك دو بعد ببيته وما وفق بشيء